بمعزل عن الأكسجين حتى نصل إلى مرحلة التحلل الحراري للخشب على درجة تقريبا 320 درجة مئوية. يتم خروج الغازات والقطران وخل الخشب من هاي الأخشاب وتنتقل لعدة مراحل. خلال هذه المرحلة يخرج الغازات بشكل كبير، نعمل لها عملية purification تنقية للغاز. تم إعادة الغاز مرة ثانية تحت الفرن داخل أنبوب مثقب، بحيث أن الغازات هاي تعمل على حرق الخشب مرة ثانية بشكل ذاتي. أثناء خروج الغازات ودخولها تحت الفرن تتم عملية الكربنة، تستمر الغازات بالاحتراق تحت الفرن لغاية انتهائها. في هذه الحالة تكون عملية الكربنة قد انتهت ونكون قد حصلنا على فحم طبيعي خالي من القطران وخالي من خل الخشب، ونكون حصلنا كمان على القطران وخل الخشب واستعماله لغايات الزراعة. الفرن صديق للبيئة، يختلف عن الطرق التقليدية في التفحيم. في الطرق التقليدية يتم خروج الأبخرة والغازات من الحفر وتأثر سلباً على البيئة. فرن الكربنة يأخذ الغازات هاي ويعمل على إعادة حرقها مرة أخرى للاستفادة منها في عملية الكربنة والتفحيم. المنتج هذا يعتبر منتج سحري ورح يعمل ثورة في عالم الزراعة وفي نتائج على بالزراعات التقليدية العادية. أيضا عندنا احنا مشكلة الاختناقات التسويقية، كونه محصول جديد يعني المساحات المزروعة بها لا تتجاوز تقريبا 200 دنم، فأعطانا يعني فرصة تنافس عالية. وكونه مزروع بوادي الأردن إنتاجه كان مبكر، تقريبا احنا يعني بداية الإنتاج كانت عندنا ب 2005 بيستمر لنهاية العام، فبداية الإنتاج يكون ما يكون متوفر يعني فاكهة التين بالأسواق، فتحت يعني تعطينا يعني ريع أو ربحية أعلى من باقي الأصناف الثانية نتيجة عدم التنافس. وكمان إنه هذا الصنف مرغوب للتسويق. بالبداية كانت يعني عبارة عن تجربة بداية 2010-2014، عملنا تجارب على الصنف هذا تحت رعاية المركز الوطني للبحوث الزراعية، طبعا مشكورين تابعونا من ناحية طرق الزراعة والمسافات الزراعة والتجهيزات للبنية التحتية لمشاريعنا، أيضا برامج السماد، برامج الري، طرق الإكثار، تابعونا من البداية لغاية ما احنا الآن صرنا مزارعين والحمد لله عندنا الخبرة الكافية لإنتاج هذا المحصول وتصديره كمان.